زعما في زنا الله وقت شداد كل شداد كشمير بس شداد في فوق الثوب شي بدا دور بالثوب مرشفان من غير كشديد ما ينفعش لازم البس شداد لازم بلا ولا لسه ما بعرف امشي بالثوب فتحت عيني وحنا نشدد زيه في هذا في نشر العاطل لما بموت الواحد عزيز عليه بيجيبه زي هذا بس إيش حز الحمار بدل الحمار اسمار ببكي بطوي هاي ها شايفة شي بطوي فيه هاي ها حط هيد بطوي هيد وبرد اطوي هيد وبرد اطوي وخيطه من زمان سوينا عرض هيد حالعروض بكي ما كان فيه حتين المصاري يخبيهم فيه صفقة من الراس فيه وطويهم يخبيهم فيه بس احنا اليوم لا احنا هاي عرضة زود مهيب عرضة الشداد انا وانا صغير بكيت البس فستان خلصت المدرسة وانا البس فستان بعدين فيش على الصف الرابع وخلاص وعدت مرتين صف الرابع شو نروح فيش في المواصلات تودينا على الله كانت امي وخالتي بقول هذول من مجدل يجيبوا يبيعوا لك مشال شرت لي امي شكلت هذك ماش وقالت لي يا ما بدي على المسد خيطي بدت لي ودول تخيط نتفني تفني فتخلصت وردة وبطة هاي 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 اليوم كنت خيط هالكد من بنت صغيرة شوف 14 سنة شوف من 14 سنة هالكد بعد ما خلصت الشكات والتشمام لأن ما بقدرش أخيط الكبعة خاص جبت لك مشة طارة خيطت الكبعة لي عطيها اسمي كماش ناشغ روحي رهباني غير أساوي شوي لوني أغمق من هذا شوي بقى في كتب جيبوا عليهم نكلات النكلة تقولي هذه النكلة نكلة غزة ليش إياها بلبسش هذي الغزاز هذه النكلة بقى من غرب اللي أجوا المجو يمكن أبسين كماش من الفل وجه كماش يقولوا له جنة ونار شكة حمراء وشكة ما نلبسش احنا زيه احنا نخيط هاي وخياطتنا هاي هاي معروف ثيابنا هاي ما شايفتي في عرق عين الشمس وفي عرق الغزال وفي البطة عرق البطة وفي وكفلات انت 15 سنة اتجوزت بدي البس فستان بدي البس ثواب يجيبوا لها ملك وتكسيرة والشال واشتروا لها اخرى قماش ثياب اشتروا لها قماش ابيض اشتروا لها قماش مخمل اشتروا لها حرير اشتروا لها ست ثياب اشتروا لها للعروس وهي لقيت لهم معها 12 ثوب مخيطات خيطوا لها اياهم ويطلعوا لهم معها 12 ثوب مخيطات وغيرات شنسي 12 يطلعوا من كل واحدة والله يبكوا قوم اطلعي يا الأصيلة هاي رجالك قدامك عز وشبيرة قوم اطلعي يا أم الذهبان هاي رجالك قدامك عز وشان قوم اطلعي يا أم الدبوس هاي رجالك قدامك عز وناموس هاي بكوا يغنوا هذا بكوا يجيبوا من زمان بكوا يجيبوا لهم خمسيات يحطوا لهم ياهن هات بطلوا يجيبوا لهم خمسيات صاروا يجيبوا لهم صليب المسيحية يجيبوا لها صليب ويجيبوا لها دبوس مثل معدن ما أخذ يجيبوا لها دبوس ويجيبوا لها لوزة أي بدار يجيب بدل مخمسيات كده أنت أعطيني ألف دينار تقول لي يطلع بلا بكاء على الصلاة ولا روح على رام الله ولا عشي بلا بكاء بروحش غير ألبس هذه هذه عملة روسية بكت روسيا تيجي حين على البلاد ويسواها ويأخذوها ويسووا منها شتشات هذه حضروبة فيش حدا بيقدر يسويها بس لما بدي أعمل لوكا شديد زي هاد بجيب كماش بطوي كماش وبخيطه بس يبقى مصعبة هو صعب
وخيطها. المهم قد ما تشلفت شلفت بخيطها. بعدين بجيب شكفت بفت بخرم التخريمة هذا التخريمة أنا بخرمها، بنسل الخطام وبعدين بجيب خطان برودري وبخيطها. نقرها بتعكليها تأكد سوى النخرة. وبعدين بعد ما بخلصها هاد برتبها بحط لها شكفة هي ببطنها مشان تلك الفرنشات. وبعدين بشيل شذول عليها بخيطهن. وهذه بخيطها خيطها برتبها وبدها شغل شلة شغل هذا تشلف عطين لك عراسها تحطها هير وتلفها مسكها مع جدلتها وسكها مع جدلتها وتربط اللفاف من وراء زي ما تربط المنديل على راسك. خلاص تظل وكع راس الوحدة تنام فيها وتقعد فيها وتروح وتيجي فيها على راسها. بعدين تغير البرنامج فكان يجين على أمي تقطب لهم والله على الدور بكان ويتعون تحت ويتعون الفوق وصفة شلهم بكان يجين على أمي تسوي لهم إياه على الدور بكان عندها ضلين هدول لما كانت ما تتبط لاهطت بكت لاهط شغل أمي. أمي هذا بكت تسوي ما حدا بكت تسوي غير أمي هذا كلوا عنها إنصاف. هذا بكت خالتي تهد به بالسنارة بكت خالتي تحطه وتسويه. هذيك ماشي يجيبوا صارت العشرين بعرف شو ما بكون يجيبوا لا يجيبوا على رم الله نشتري نلاقيها مش خفيفة هو تخيليش تلبسيها بتخيليش ونلبسها على راسنا أخاف من الشال. هذا أنا خيطت كبته تتريز نطرزها نحط نحط ماركة ندرز ماركة عليها على شكفة القماش على شفة الذهب ندرز عليها ماركة وبنطرزها. عاد خيط الذهب بيجيبوه من بيت لحم مشان يبين الكب بحبوا يحطوا القصب. حبشة هذه حبشة بتحبش الكبة بلا ما تسوي الحبشة هاد بلتبسيش الثوب بكمش نافع كل شغل دايش هذا.